مدينتي هي اللي ولدت فيها هي اللي اعطتني يمكن هويتي اللي بحتفظ فيها دوما وبفتخر فيها بس للاسف يعني الظروف ما كنا نتوقع انه نوصل لهيك مواصيل نحن نشوف حلب بهالتعاسه بهالحزن هذا <applause> الناس عم تموت يوميا هذا الشيء كان غير متوقع محزن كثير يعني شعور صدقا لا يوصف ولكن محزن جدا يعني بتمنى يوم من الايام ارجع ازور مدينه حلب ونرجع نعمرها بإيدنا اليوم عم يتم اجلاء المدنيين اللي موجودين بحلب لما عم نشوف عم يتم اجلاء بتقول ليه شو شو لي طبعا بقول ليش لانه كل دول العالم الشعب بيختار حاكمه الا عندنا نحن في سوريا الحاكم بيختار شعبه